نسمع. وعليكم السلام ورحمة الله. مشكلة أخويا اللي عندنا، عندنا أخت ديالنا توفات لنا في قطر، كانت توفات البارح مع شي 12 ونص الليل في قطر. بالضبط قطر، في العمر ديالها 33 سنة توفات البارح. قالوا لنا سكتة قلبية. أمين أمين. المشكل اللي كاين، بغينا نشوفوا الحق ديالها ونجيو ندفنوا الاخت ديالنا هنا في المغرب كمواطنه مغربيه. خصنا نجي تدفن هنا في المغرب. حنا الاخت ديالنا تما ما عارفين والو، حنا جالسين هنايا تالفين. ام ديالها مريضه بالسكر بالطونسيو بهادي. حنا كنطالبوا جلاله الملك، كنطالبوا وزاره الخارجيه تشوف معنا شي حل. حتى حنا مواطنين مغربيين، حتى هي مواطنه مغربيه وهي من الجاليه المغربيه كتخدم وكتدخل هنايا. حنا دابا بغينا الحق ديال اختي، انا بغينا حق اختي نجي ندفنوها هنايا ونشوفوا نشوفوا سبب الموت ديالها ونشوفوا كل شيء. حنا دابا اتصلنا ب بالقنصليه ديال القطريه في تما، قال لكم ما عندهمش المشكل، المشكل فين كاين باش نصيفطوها لكم في المغرب. قال لك هنا اللي عندنا المشكل. حنا عيينا نشوفوا، عيينا نشوف، ما لقيناش الحل. حنا كنجتمع محمد السادس وزاره الخارجيه يشوفوا لنا شي حل. حتى حنا راه حنا مواطنين، حتى حنا راه بالله علم بينا باش الاخت ديالك توفى خارج البلاد ديالك وتبغي غير تجيبها. ما كورونا ما والو، الاخت ديالي ما مريضه ما والو، اختي ما مريضه ما والو، كانت عاديه خدامه بخير. سكته قلبيه، اتصلوا الناس بينا البارح بان اختكم ماتت. بغينا دابا نجيبوها لهنا، لقينا الصعوبات والعراقيل. واش حنا ماشي مواطنين مغاربه؟ حنا هي ماشي مغربيه، حتى هي من الجاليه المغربيه، خصها يساعدوها ويشوفوا وجه خوتها وجه امها وباها. بزاف حنا ما لقيناش حتى واحد ناشدو غير الله سبحانه وتعالى. حنا بغينا دابا سيدنا محمد السادس يتدخل يشوف لنا الاخت ديالنا سميتها زينب يحيى والادريسي. حنا فاس في حيل مصلح قادوس. الله يجازيك بخير. شوفوا الله يرحم الوالدين، راه حنا قلبنا راه بغينا الحق ديالها وبغيناها تجي تدفن هنا في بلادها. حنا عيينا نشوفوا، عيينا نشوفوا اي طريق لقينا بابنا مسدوده. حنا بغينا اختنا تدفن حدانا، نمشيو نزوروها نحيدو منها باش ما شفناش. حنا تا اختنا قالوا لنا ما تسمع ما عارفين ما شفناهاش كاع. حنا كنناشدو محمد السادس الله ينصرو، كنناشدو وزاره الخارجيه دير معنا شي حل، دير معنا الحل. امها غتموت غير بالقصه، كتقول غير شوف انا بنتي. والله يرحم الوالدين، شوفوا فينا وجه الله، ربي اللي عالم بينا. هذه عمه شفناها وكانت علينا ندخل مسكينه، كانت علينا ندخل عمه شفناها وكتجي كل عام وراها من الجاليه المغربيه، خصو يديروا معاها شي حل. نتمناو من الله وشوفوا فينا وجه الله وشوفوا في امها. شوف ما وجه الله راه مريضه بالسكر والطونسيو وكل شيء. احنا مراضي بغينا اختنا تجي تدفن عندنا هنا في حدانا، نترحموا عليها نزوروها. ما شبعناش منها بين ليله وضحاها. قالوا لنا ماتت، حنا ما عرفناها باش ماتت حتى حاجه. حنا بغينا اختنا نشوفوا الحق ديالها وتجي تدفن هنايا كمواطنه مغربيه من الجاليه المغربيه، تجي لهنايا تدفن في بلادها. الناس اللي تما اتصلنا بالناس اللي تمايا، اتصلنا بالناس اللي تمايا باش يشوفوا يتكلفوا هذا وهذا. قالك المشكل ماشي من قطر، المشكل عندنا من المغرب، وحنا مغرب وحنا ما ندخلوش بنتنا لهنايا. والسيده سكتة قلبية، كانت صحة سلام. الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير، شوفوا فينا وجه الله. الله يرحمها الوالدين، شوفوا فينا وجه الله. شكرا، الله يسهل عليك.